تعالوا بقى نروح لخبر مختلف حبتين عقد مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه الاستاذ جمال علام اجتماع النهارده في مقر الاتحاد واشاد المجلس بالجهد الكبير اللي بذله السيد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون خلال الفتره الماضيه والتي وصل فيها المنتخب الى المباراه النهائيه في بطوله كاس الامم الافريقيه وكذلك المرحله النهائيه في التصفيات المؤهله لكاس العالم 2022 ومن جانبه ابدى كارلوس كيروش سعادته بالفتره اللي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر ولكل المصريين واكد كمان دعمه لكره القدم المصريه بشكل مطلق وقرر مجلس اداره الاتحاد عقب جلسه اليوم توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بعد ما اتفق الطرفان على انهاء التعاقد بالتراضي. ده الخبر ده الخبر زي ما يعني نزل احنا بننقله اكيد لحضراتكم ايه المصير او ايه ما هو قادم لمنتخب مصر لسه ما حدش عارف عشان برضه ما يطلعش الكلام واحنا عارفين وخد حصري من عندي لسه ما فيش اي كلام هيطلع برضه ما فيش ده يمكن في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها ما مصير حتى كيراش فيما هو قادم لكيراش تحديدا برضه انا اصل انا بتكلم ليه كده لان انا اوريدي ابتديت اقرا اخبار عن مصير كيراش ومن هو القادم مع منتخب مصر لسه ما فيش معلومه واضحه بنقول لحضراتكم ولكن الخبر احنا بنتناقله كما هو